هي الائتمان التجاري والسياحة اليوم تختتم الدورة 11 من مهرجان أضواء الشارقة، وطبعا تم تكريم جميع الجهود. في الحقيقة هذه جهود مشتركة، فريق عمل واحد عملنا مع شركائنا من القطاع الحكومي والقطاع الخاص وجمهورنا كذلك. تفاعل جمهورنا كان له دور كبير في إنجاح الفعالية بنسختها 11، وقدم المهرجان هذه السنة كثير من التجارب الجديدة والمرافق والخدمات اللي يعني عززت من مكانة المهرجان ومن مكانة إمارة الشارقة كوجهة عالمية ثقافية تتميز بطابعها الثقافي والتراثي وهذه الهوية العربية الأصيلة. الحمد لله تفاعل الجمهور كان كبير هذه السنة، المواقع الجديدة نالت يعني إعجابهم، وشفناه كذلك من خلال نشر المحتوى ومشاركته في وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركتهم كذلك في المسابقات، مسابقات التصوير وللإعلاميين كذلك. كانت هناك منصة خاصة بالمسابقات الإعلامية للتغطيات الأخبار الصحفية، فهذا العمل الكبير إن شاء الله أنه يستمر، ولدينا كذلك أفكار وخطط مستقبلية لتطوير المهرجان أكثر، وإن شاء الله موعدنا مع جمهورنا ومع الجميع السنة القادمة بنسخة جديدة من مهرجان أضواء الشارقة.